مشاهدينا ومستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ولقاء متجدد من البرنامج الأسبوعي برنامج ألم وأمل في هذه الحلقة إن شاء الله إخوتي أخواتي مشاهدين ومستمعين عبر إذاعة الشارقة سنستعرض حالة واحدة فقط ونتمنى من أهل الخير الذين يتابعوننا إن كان بالمشاهدة أو الاستماع مد يد العون والمساعدة لصاحبة الحالة الوحيدة في هذه الحلقة والتي سنتعرف عليها وعلى كذلك المرض الذي تشكو منه خلال هذه اللحظات. صاحبة الحالة هي السيدة منال وسرطان القولون يهدد حياتها. إذا حالة واحدة في هذه الحلقة تعرفنا كذلك على صاحبة الحالة الوحيدة صاحبة الحالة الوحيدة إخوتي أخواتي مشاهدينا ومستمعينا هي المريضة منال التي تشكو من مرض سرطان القولون وتحتاج جلسات علاج كيماوي ب وثمانين ألف درهم المرض في الحقيقة كبير وخطير وفي حالة متقدمة ولكن أياديكم البيضاء إن شاء الله تعالى ستمد وتكون بإذن الله تعالى هذه السيدة المريضة في رعاية الله ومن ثم تحت أيدي الأطباء لأخذ جرعات جلسات العلاج الكيماوي إن شاء الله قبل أن نتابع تقرير المريضة منال صاحبة الحالة الوحيدة في هذه الحلقة ولأن المبلغ كبير في الحقيقة الذي تحتاجه 180 ألف درهم فارتئينا ان تكون حاله واحده فقط في هذه الحلقه اسمحوا لي ان ارحب بضيفي الكريمين اللذين سيرافقان هذه الحلقه ارحب بالدكتور حميد عبيد الشامسي استشاري طب الاورام دكتور مساء الخير حياك الله وكذلك ارحب بالاستاذ معين عباد الاستشاري الاسري مرحبا استاذ معين حياك الله ابو اذا مباشره ننتقل الآن لمتابعة تقرير المريضة منال صاحبة الحالة الوحيدة في هذه الحلقة، نسمع منها كيف تعاني وما الذي تطلبه من أهل الخير. هي سيدة تعيش في مرض وهمي، إذ أخفى عليها أهلها إصابتها بسرطان القولون خشية تدهور حالتها الصحية. فما تدركه فقط انها مصابه بتقرحات الامعاء ولكن ما خفي عنها كان اشد واقسى واعظم. بدات عندي من سنه ونص وكانت بدات يعني تقلصات في القولون بعد كده زادت بدات تزيد تزيد مع الوقت. فبدا مع التقلصات يجي ترجيع جامد جدا لدرجه انه اثر على المعده واسهال وبدا والاسهال فالحاله اشتدت قوي فالحقيقه هنا في الامارات توصلوا لوجود قرح ماليه القولون فالحقيقه الدكتور سدير قام بالعمليه قال لازم عمليه لان القرح وكده ما تنفعش تروح باي ادويه لازم اجراء عمليه جراحيه فالحقيقه كتر خيره يعني دكتور ممتاز عمل لي العمليه حلوه جدا بس قال لي طبعا بعد العمليه لازم بيبقى يكون في علاج عن طريق حقن الحقن دي بتتعلق في محاليل والمحاليل دي محتاجه ان هي تدخل عن طريق كانورا فالعمليه لازم اعملها وكمان لازم اعمل العلاج لإن ممكن الكره هترجع تاني وتسيب آثار على الأجهزه، بقية الأجهزه زي الكبد زي الكلى زي المعدة، فقالوا لي ضروري ضروري من العلاج. هي كانت بتقول إن عندها مشاكل في المعدة، بس طبعًا بعد ما شفنا التعب والتقلصات والآلام والأهات اللي هي فيها ديت، ذهبنا على طول على المستشفى، وناس بصراحة محترمين جدًا على طول عملوا تشخيص للمرض وعرفوا طبعًا إن هو. سرطان في القولون طبعا الصدمه كانت كبيره قوي علينا وخفنا نقول لها لان الحياة اختها الكبيره بنفس المرض ووالدتها بنفس المرض فواضح ان هي حاجه في السيدات فاول ما خلصت العمليه بتقول ايه طلع عندي ايه فقلنا لا دي شويه تقرحات وكده وان شاء الله هتتم بخير يا دوب دبرنا بالعافيه موضوع العمليه مش هنقدر طبعا نكمل في الكيماوي لكن ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بيكم وكرمنا بجمعيه الم وامل وكرمنا بالناس كلها في المستشفى ونتمنى من الله عز وجل ان يتم شفائها على خير على ايديكم يبقى جزاكم الله كل خير واجعلها يا رب في ميزان حسناتكم وميزان حسنات الامارات وربنا يكرمكم جميعا يا رب العالمين انا متشكر جدا جزاكم الله كل خير منال محمد لو كانت اما لاحدكم يا اهل الخير فهل منكم من سيرد امه معنا وشاهدنا وتابعنا تقرير المريضة منال صاحبة الحالة الوحيدة في هذه الحلقة إخوتي أخواتي المصابة بمرض سرطان القولون وقد أجريت لها عملية جراحية لاستئصال الورم، بقي الآن جلسات العلاج الكيميائي. الجلسات تكلفتها 180 ألف درهم. الحقيقة يعني هذه الحالة لا أخفيكم رجعتني تقريبا 17 سنه الى الوراء. كان والدي مصاب بمرض السرطان وكنا كذلك قد اخفينا عنه بانه مصاب بهذا المرض. كان الورم منتشر يعني في المريء وفي الغدد اللمفاويه وقد انتشر كذلك في الجهاز الهضمي. ذهبنا الى سنغافوره وكنا نخفي عنه وهو كان يعلم في الحقيقة كان يدري يعني احنا فترة طويلة على اساس انه لا يعلم ولما جلست مع البروفيسور المعالج في مستشفى جون هوبكنز في سنغافورة اه قال لي على فكرة ترى والدك يعني اه نبيه وعرف انه مصاب بالمرض وقال اه لا تخبر اولادي باني انا عرفت يعني خلهم على معتقدهم باني انا لا اعلم طبعا الكلام هذا تكلمته انا بيشرح لنا اياه يعني عنا اكثر الاستاذ معين عباد الاستشاري الاسري في قادم الوقت ان شاء الله عندما نخفي او لا نخفي مثل هذه الامراض على المرضى هل هناك جدوى ام لا على العموم نحن بحاجه اخوتي اخواتي لان مد يد العون والمساعده للمريضه منال الحمد لله رب العالمين تم استئصال الورم وهذه خطوه يعني قطعنا فيها تقريبا 70 الى 75% الباقي الآن لازم يعني لابد من تكملة العلاج بإعطائها جرعات الكيميائي مئة ألف درهم هو المبلغ المطلوب فاللي حاب منكم أخوتي أخواتي يتصدق عن روح والديه أو عن نفسه أو عن أولاده يتواصل معنا عن طريق أحد الأرقام التالية الرقم المباشر هو ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد مرة أخرى هذا رقم الهاتف المباشر ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر رقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 الرقم الخاص بالرسائل النصية القصيرة للتبرع الرقم هو ستة ستة ثمانية ستة 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 ثمانية ستة والمبلغ المطلوب مئة وثمانين ألف آه درهم ابدا بسؤال الان للدكتور حميد عبيد الشامسي استشاري الاورام واسال الدكتور بعد ما اطلعت على تقرير المريضه الخطوه الاولى استئصال الورم تم ولله الحمد بسلام يعني الان باجي الخطوه الثانيه اللي هي باذن الله ستستفيد منها السيده منال في حال ان شاء الله اخذت جميع الجرعات نعم طبعا بسم الله الرحمن الرحيم وشي. شكرا على الاستضافه وشكرا على على مساعدتكم, على مساعدتكم لعدد كبير من المرضى في السنوات الماضيه سرطان قولون في البدايه تسمح لي ثاني سبب او ثاني الاسباب لسرطانات دوله الامارات حسب الاحصائيات الرسميه وسجل الوطني للسرطان حوالي 500 حاله سنويا. مرض سرطان قولون من اسهل الامراض التي يمكن منعها من انتشار والتقدم عن طريق الفحص المبكر. ممكن نتكلم عن الموضوع هذا بالتفصيل ان شاء الله خلال اذا كان في مجال خلال البرنامج باذن الله, آه الله. طبعا مراحل سرطان قولون مرحله اولى وثانيه وثالثه السيده آه مدرتنا اليوم عندها مرحله ثالثة المرحله الثالثه تعتبر إيش, ايش المتقدمه الاولى والثالثه دكتور الاولى هي المراحل المبكره آه. المرحله الثانيه تعتبر فوق متقدمه وبعدين عندك الثالثه والرابعه الرابعه تكون مراحل متقدمه وفي انتشار الورم في في الجسم نعم. المرحله الثالثه تعتبر هي ما بين المرحله الثانيه والثالثه في مجال الشفاء التام باذن الله ولكن يتطلب العلاج عده خطوات منها العلاج الجراحي تدخل جراحي استئصال الورم واستئصال جميع الاماكن اللي يكون فيها انتشار مغرض اللمفاويه ومن ثم العلاج الكيماوي الذي يستمر لمده سته اشهر و12 جلسه، وهذه البروتوكولات متعارف عليها في اماكن عده في العالم، والحمد لله احنا في دوله الامارات نمشي على نفس البروتوكولات، في الولايات المتحده وفي اوروبا نفس البروتوكولات يعني بدون اي تغير. آه العلاج طويل جدا وفي ش... وفي يعني صعوبه على المريض، ولكن الفائده المرجوه من العلاج جدا عاليه، وباذن الله يكون في يزيد نسبه الشفاء باكثر من 50 60%، ومن دون علاج آه تقريبا نسبه رجوع الورم حوالي 90%، م. فالعلاج جدا مهم. وجد ضروري لتفادي حدوث مراحل متقدمه من الورم وانتشاره في اجزاء اخرى من الجسم باذن الله تعالى طيب اخوتي اخواتي بما ان المبلغ كبير يعني بين فتره وفتره قصيره ساحاول ان اذكر بارقام الهواتف وكذلك بالحاله التي نستعرضها حتى نضمن أن نجمع ال ألف درهم قبل نهاية الحلقة بإذن الله تعالى الرقم المباشر لتبرعات أخوتي أخواتي المريضة منال مصابة بسرطان القولون والتي تحتاج جلسات علاج كيماوي ب 180 ألف درهم هو 600551600 هذا رقم الهاتف المباشر رقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر صفر, صفر, صفر والرقم الخاص بالرسائل النصية القصيرة والتبرع عن طريقه هو ستة ستة ثمانية ستة 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 ثمانية ستة أبو محمد إلى الآن المبلغ اللي جمعناه للمريضة لو سمحت الرسائل النصية القصيرة أربعة ألف طيب والاتصالات ألف الخير هذه خمسة وثمانين ألف وخمسة آلاف هذه تسعين ألف درهم و2000 فاعلة خير 92000 درهم و1000 فاعل خير 93000 درهم الى الان و ألف, 94 ألف درهم 94000 درهم الى الان، طيب اذكر مره ثانيه على اعتبارنا يعني بعد هذا التذكير ان شاء الله يعني همنا ان نتجاوز ال 100000 درهم وبعدين الباقي ان شاء الله تعالى سيكون اسهل باذن الله تعالى، اخوتي اخواتي مشاهدينا ومستمعينا عبر اذاعه الشارقه نتحدث في هذه الحلقه من برنامج ألم وأمل عن حاله واحده فقط لمريضه مصابه بسرطان القولون الحمد لله رب العالمين تم استئصال الورم لكن على اساس ما يرجع ويرجع يعني بشكل فتاك وقوي لابد من اخذ 12 جلسه علاج كيميائي ب 180 الف درهم هذه السيده عاجزه عن توفير هذا المبلغ لجأت الى الله سبحانه وتعالى اولا ومن ثم اليكم اخوتي اخواتي اهل الخير كي تمدوا لها يد العون والمساعده لانه اذا ما اكتمل المبلغ 180 الف درهم معنى ذلك انكم كتبتم باذن الله سبحانه وتعالى عمر جديد لهذه المريضه المبلغ الذي جمع الى الان 94 الف درهم اللي حاب يساهم كذلك بما ستجود به نفسه الطيبه ويده البيضاء يتصل بنا عن طريق أحد الأرقام التالية الرقم المباشر ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر 600 خمسة وخمسين ألف أو رقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 إذن أربعة ألف درهم إلى الآن والمتبقى 86 ألف درهم أستاذ معين أرجع لما ذكرت قبل قليل إخفاء الحالة المرضية عن المريض هل يعني في هناك جدوى لها ولا لا طبعا الأدرى هم يعني الأسرة أدرى بهذا المريض نفسية هذا المريض هل هو من النوع اللي يعني يأخذ الأمور بسهولة ولا دائما يفكر لأن التفكير كذلك يسبب لا يساعد في في العلاج فنخفي ولا لا نخفي المرض عن المريض سبحان الله لكل انسان مريض طبيب في داخله م. لكل انسان مريض م. اليوم سبحان الله اقسم سؤالك الى شقين الشق الاول احنا نعلم ان الام لا تتالم حتى لو تالمت لا تخبر ابنائها بالالم التي تشعره فما بالك لما يكون الالم موجود في ابنائها م. كيف تكون الاحوال؟ فطبيعي انهم يخفون هذه الحاله على امهم لان سبحانك ربي العامل النفسي لاحظ حتى الولد شو ذكر ذكر ان هذا المرض قد توارثت من امها وكذلك اختها فسبحانك ربي ربما ان يكون لهم حال مع الله سبحانه وتعالى ربما انهم ماتوا ربما سبحانك ربي احوالهم صعبه فتبدا الام سبحانك ربي بالتاثير وكم من اشخاص اعرفهم شخصيا امتد معهم الامراض امتدت معهم الاشياء وكنت اذكر سبحان الله القصه واحد من جماعتنا زوج عمتي تبارك الرحمن كمل 18 سنه وهو لا يعلم ان فيه سرطان القولون. والسبب في ذلك كل ما جينا سالناه قال انا فيني امساك في بطني. مه. فسبحانك ربي العامل النفسي هو هو الاساس في ذلك لان احنا اللي ننزل اقدار غير اقدار الله سبحانه وتعالى. لان هذه المراه العجوز لو ذكرت لها مرض السرطان يعني يساوي موت. مه. ما في شيء عندهم مثلا امل لان تقول لك ما في حد شافه الا كلهم ماتوا. واللي تشافوا اصلا كانوا مخفين موضوع عامر يعني مرضهم فلهذا الشيء خطوه جميله قاموا بها فعلا اخفوا عنها المرض لتعيش حياتها الطبيعيه مم. عدم التفكير عدم الدخول هذا في, من في اعتقادها طبيعي السرطان. لان في كثيرين حالات ايضا اصيبوا بمرض السرطان وعاشوا ولله الحمد سنوات عايز. طويله يعني انا عمتي الله يرحمها ماتت قبل خمسة ايام نعم. ثلاثين سنه الله السرطان عليه. فيها اه سبحان بس تبارك الرحمن تعايشت مع الوضع نعم. أخفوا عليها في باديه الامر وتدريجيا تدريجيا اللهم لك الحمد فلهذا الشيء ارجع واقول السرطان لا يميت لكن نحن من نميت انفسنا نعم. بالتفكير الداخلي وكذلك بالتدمير مع انفسنا نعم. في ذلك نقطه جميله جميل طيب انتقل بسؤالي الان للدكتور حميد الشامسي دكتور الحمد لله أنه تم استئصال الورم <applause> واكيد يعني يعني اوجه تحيه من هنا للبروفيسور سدير جمع الراوي لإجرى العمليه وتحيه له بعد العمليه هذه اذا <applause> اذا ما تاكد الجراح من استئصال جميع الورم يا <applause> دكتور لابد من جلسات العلاج الكيماوي لكن جلسات العلاج الكيماوي بما انك استشاري متخصص في 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 الامراض الاورام يجب انا اعتقد ان لا تطول الفتره نعم. صحيح طيب في مثل الحالات هذه نعم. اللي يعني لا يوجد عندهم تامين نعم طيب يعني في 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 مثل هذه الحالات عندما تكون هناك يعني المال هذا لا يتوفر نعم. ايش اللي يصير في نعم. حال لو طالت الفتره نعم. طبعا قبل ما اجاوب هالسؤال تسمح لي بتعقيب بسيط على موضوع الحاله النفسيه نعم. آه نحن طبعا دائما نتكلم بمنظور علمي آه تم اجراء احدى الدراسات في 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 احدى الدول المجاوره وتم سؤال اكثر نعم. من ألف شخص آه اصيب نعم. بالسرطان كبار السن اذا عندهم الرغبه آه في في معرفه تشخيص مولاء 80% من الاشخاص هذيلا ابدوا الرغبه انهم يبغون يعرفون هذا الشيء، طبعا نعم. احنا من منظورنا العلمي والديني ايضا ننصح ولكن ما 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 نأكد على هالشيء وما ما نحاول أن أن يعني نخلي هالموضوع يعني أمر لا نعطي الخيار للعائلة ولكن في النهاية إحنا دائما ننصح أن المريض يعرف لأن في النهاية لازم المريض وافق على العلاج من ناحية العلاج لأن العلاج الكيماوي لا أثار جانبية كثيرة صحيح. نرجع إلى موضوع السؤال بخصوص الـ المرضى اللي ما عندهم تامين طبعا أيه. الموضوع هذا في في اماكن كثيره في دوله الامارات تؤمن علاج للمرضى الذي ما عندهم تامين طبعا ما قد أذكر أي جهات ولكن في جهات جدا كثيرة نعم. ونحن نعمل معها على مدار الساعة لمرضى كثيرين الحمد لله عن طريقهم عن طريق قنوات أخرى أيضا مم. ودوار أخرى في دولة الإمارات نقوم بتأمين علاج هالمرضى. المرضى طيب لا أنا قصدي أن نعم. الكيماوي يجب نعم. أن يكون سريع دكتور حميد نعم. بعد الاستئصال على طول طيب إذا ما كان يملك المال هذا خلال ثمان أسابيع. هذا افضل توقيت والمريضة على ما اعتقد تاريخ 16 9 هي عملت العملية فتقريبا هي بالضبط شهرين من 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 تاريخ العملية مه. التوقيت يكون افضل من, من 6 ل 8 اسابيع اذا وصلنا الى 10 12 اسبوع من تاريخ العملية يبدا مفعول العلاج يقل بعد ثلاث اه. شهور فالحمد لله احنا حاليا بعدنا في ايش, مرحلة ايش يصير يعني يرجع يعود مرة ثانية ممكن الفكرة هي ان في خلايا موجودة في الجسم ايوه والخلايا هذه تركتها فترات طويلة مه. ممكن تتكاثر بشكل سريع خلال شهرين ثلاث شهور طيب. تبدا تنتشر في اماكن كثيره آه. اما اذا انت بديت العلاج في خلال الفتره المتعارف عليها هي من 6 الى 8 اسابيع هذا افضل توقيت لبدء العلاج ويقلل من خطوره انتشار الورم لاي مكان اخرى طيب ليش 12 جلسه على اي اساس دكتور احمد هذا طبعا كلنا بني على دراسات علميه تمت على سنو... على مدى سنوات طويله جدا نعم. والخلاصه ان افضل علاج هالمرضى عباره عن 6 اشهر و12 جلسة اللي هي تترجم إلى ست شهور، أه. طبعا في الماضي مريض السرطان في المراحل هذه كان المريض ما تقول خلاص يعني إذا وصل المرحلة الثالثة يعتبر الورم بيرجع له بغض النظر، ولكن الحمد لله في تطور كبير في العلم خلال 15 20 سنة الماضية، النتائج جدا ممتازة ومثل ما قال الأخ أبو زايد أن أن المرض أصبح مرض مزمن أكثر من أنه مرض مميت والحمد لله. طيب، ما دام تم الاستئصال معلش نعم. أساس معلومة نعم. يعني نعم. لقادم الأيام يعني مدام تم استئصال الورم دكتور حميد. وفي خلايا ما زالت موجوده. نعم. ليش ما يعطى المريض الشعاع النووي نعم. بعدين الكيماوي. نعم. ليش كيماوي مباشرة؟ طبعا ال, 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 ال احنا دائما نتكلم عن سرطان القولون ننسى موضوع ان القولون والمستقيم. م. المستقيم هو الله يعزك الجزء الاخير من ال من ال من الامعاء. نعم. هذا يعتبر علاجه مختلف تماما عن عن سرطان قولون القولون أه. لان في داخل البطن و و والأمعاء تتحرك بشكل مستمر أه. فالاشعاع يضر هذه المنطقه. أيوة. فانت ما تقدر تحط. مثل الاشعاع اللي هو عباره عن ليزر لمنطقه تتحرك طول الوقت، نعم. اما المستقيم فجميع الدراسات ثابت. بينت ان ان المنطقه ثابته، الاشعاع يؤدي الى الى تقليل خطوره رجوع الورم في منطقه المستقيم، ولكن القولون لا يوجد له علاج اشعاعي، ولكن القولون علاجه الاساسي هو الجراحه زائد او ناقص الكيماوي حسب انتشار الورم في منطقه الغدد اللمفاوية المحيطه بالقولون. واضح، احسنت دكتور. طيب اخوتي اخواتي الان الـ الـ نعود الى المتبرعين الاخ محمد عبد الله سعيد الهاشمي تبرع ب 2000 درهم مشكور اخوي محمد كذلك فاعل الخير تبرعت ب 3000 درهم وفاعل خير تبرع ب 15000 درهم 15000 درهم اخر المتبرعين اوصل المبلغ الى 114000 درهم 114000 درهم وصل المبلغ الحمد لله رب العالمين والمريضة منال صاحبة الحالة الوحيدة في هذه الحلقة تحتاج 180 ألف درهم وهنا لابد من التذكير مرة أخرى بأرقام الهواتف حتى يعني الأخ اللي تبرع 15 ألف درهم جزاه الله خير شجعنا أن نذكر مرة أخرى بأرقام الهواتف على اعتبار أن هناك من ينتظر التذكير بأرقام الهواتف حتى كذلك يحذو حذو من تبرع ويتبرع هو الآخر ونصل بإذن الله تعالى إلى جمع المئة وثمانين ألف درهم أرقام هواتفنا للتبرعات إخوتي أخواتي مشاهدينا ومستمعينا عبر إذاعة الشارقة للمريضة منال المصابة بسرطان القولون والتي تحتاج جلسات علاج كيميائي بمئة وثمانين ألف درهم الرقم المباشر هو ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر ستمائة خمسة وخمسين ألف وستمائة بالنسبة لرقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر صفر صفر, صفر. مرة أخرى صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر, صفر 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 والرقم الخاص برسائل النصية القصيرة هو ستة ستة ثمانية ستة 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 ثمانية ستة مئة أه وأربعة عشر ألف درهم إلى الآن ونتمنى إن شاء الله تعالى المبلغ المتبقي سته وستين الف درهم وان شاء الله تعالى نجمع هذا المبلغ باذن الله تعالى ولكن الان دعونا نتوقف لحظات في هذا الفاصل ثم نعود نواصل ما تبقى في هذه الحلقه نشرت صحيفة الرؤية الإماراتية مقالة بعنوان راشد الشوق دفتر الشارقة بقلم الباحث والكاتب المستشار الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث معهد الشارقة للتراث قد يكون حلم كبير بالنسبة له لو عرف يعني وكان حتى بالنسبة لي أنا ولآخرين في الإمارات وفي الخليج نحن عندما نتكلم عن أن حاكم الشارقة أنشأ معهد شاغل للتراث هذا حلم كبير في الحقيقة من جديد مشاهدينا ومستمعينا أينما كنتم عدنا من جديد لمتابعة هذه الحلقة في برنامج ألم مؤمل وللحديث عن حالة واحدة فقط للمريضة منال مصابة بمرض سرطان القولون والتي تحتاج جلسات علاج كيماوي. ب وثمانين ألف درهم جمعنا منها إلى الآن منكم بارك الله فيكم مئة ألف درهم والمبلغ المتبقي ستة ألف المبلغ المتبقي ستة ألف درهم وأنا أحييكم في الحقيقة تفاعلكم الطيب في هذه الحلقة يعني أفضل من الحلقات الثلاث الماضية ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يستمر عطاؤكم لهؤلاء المرضى المعوزين لأن من خلال هذه التبرعات و العطاء الطيب في الحقيقة تم علاج حالات كثيرة وكثيرة جدا وهم ولله الحمد الآن ينعمون بالصحة والعافية إذا حالة واحدة فقط في هذه الحلقة المريضة منال مصابة بسرطان القولون تحتاج جلسات علاج كيميائي في أسرع وقت ممكن ب وثمانين ألف درهم جمعنا منها إلى الآن عشر ألف والمبلغ المتبقي وستين ألف درهم تذكير قبل أن نعود لطرح الأسئلة على الضيفين الكريمين بأرقام الهواتف، إخوتي أخواتي مشاهدينا ومستمعينا عبر إذاعة الشارقة اللي حاب يتبرع يتصل عن طريق الرقم المباشر 600 صفر صفر أو عن طريق الهاتف المتحرك صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر أو عن طريق الرسائل النصيه القصيره على الرقم 6 6 8 6 6, 6 8 6. استاذ معين نحن يعني مقبلين على نوم الحاله النفسيه للمتصدق اكيد المتصدق ما في متصدق يعطي ويندم يعني هو ذاهب الى النوم بالعكس اعتقد انه يكون مرتاح ان أرض الله سبحانه وتعالى تصدق لان في وعد من الله سبحانه وتعالى بان المصدقين والمصدقات لهم اجر عظيم من صحيح. الله سبحانه وتعالى، فما اعتقد انه يعطي ويندم قبل النوم. هذا العطاء ما الذي يعود به نفعا على المتصدق من الناحيه النفسيه قبل ان يذهب الى الفراش. سبحان الله لانها العمله الوحيده الصادقه مع الله سبحانه وتعالى هي الصدقه. نعم. فلهذا الشيء اي انسان يقدم من هذا الباب هو عالم وعالم بحق اليقين. أن هذا الباب سوف يرجع له لأنه قرأ باب الرحمن فلذلك أتوقع توقع جميل عندما يقع الإنسان سبحانك ربي في نفسه ويرى هذه المرأة العجوز والتي سبحانك ربي ألم بها الألم وتتحدث عن الأمل يرى في نفسه ذاك الألم الذي فيه لربما ألم في مريض لربما فقد عزيز لربما ميت لربما سبحانك ربي داوي نفسه لربما وربما أن يزكي عن أبنائه يزكي عن حياته فذلك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقات أقف مع نفسي هل هذه الصدقة سوف تداويني وتداوي أبنائي فلهذا الشيء عندما يأتي الإنسان إلى هذا الباب يعلم أن بابه سوف يفتح له فلهذا الشيء والله الذي رفع السماء بلا عمد عندما يقرع هذه سوف يجد السعادة في نفسه سوف يجد أثر البركة فيها في ماله في أهله في أحبابه لاحظ مثلا الأخ الذي تبرع بالمبلغ الكبير أنا متأكد أن اللي قبله كان أحدهم وكلهم صادقين جعلك سبحانك الباب يفتح باب باب يفتح باب بدات السباق السابقون السابقون فلهذا الشيء انا اقول الانسان الذي سوف يجزع على نفسه سوف يهب نفسه سوف ينطلق الى اهله سوف ينطلق الى ماله سوف ينطلق بحياته يجب ان تعلم انك قبل ان تضعها في يد المسكين انت وضعتها بيد الرحمن أفسن. فطبيعي انك لما تضعها بيد الرحمن ياتيك الجواب أم. لان الله سبحانه وتعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان فلما يكون ينامه مرتاح طبيعي لما انا اكون احساني لعبد كيف يكون احسان الرب لهذا العبد الله أكبر. والله سوف يجد السعاده في ماله سوف يجد السعاده في نفسه سوف يجد البركه في ابنائه سوف يجد حتى سبحانك ربي انه أم. ينام ويستيقظ على طاعه م. تخيل انه قبل ان ينام قرع باب الرحمن سبحان الله. سوف يسمع الجواب باذن الله تعالى احسنت بارك الله فيك اتمنى ان شاء الله تعالى اخوتي اخواتي كل من يتابعنا الان ان يقرع باب الرحمن يتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى طاعه لله مساعده لهذه السيده المريضه التي ابتليت بهذا المرض الخطير مرض سرطان القولون الحمد لله رب العالمين هي قطعت تقريبا الان 70% الى 75% بعد استئصال هذا الورم ولكن لا جدوى ان لم تكمل العلاج يعني جلسات العلاج الكيميائي جلسات مهمه ومهم ومهمه جدا حتى لا يعود هذا الورم الى مكانه وينتشر وهنا المشكله هنا الخطوره هي المشكله لو انتشر الان يعني هذا مرض خبيث سينتشر بشكل سريع فنحن كيف لنا أن نساعد هذه السيدة نمد لها العون المساعدة حتى تبدأ بأخذ جلسات العلاج الكيميائي وبالتالي القضاء تماما بإذن الله تعالى على هذا الورم لذلك أن يجب علي أن أذكر بأرقام الهواتف مرة أخرى عل بإذن الله تعالى نجد آذان صاغية تتفاعل معنا ومع هذه السيدة تمد لها يد العون المساعدة على اعتبار أن المخرج قبل قليل يقول لي بأن الاتصالات قليلة جدا المتبرعين قليلين نحن دائما ما نجد العذر لكم إخوتي أخواتي ولكن تذكروا تذكروا بأن يعني هذا دين وكأنه دين يعني أنت, أنت تعطي الآن وتعطي من تعطي من تعطي المعطي تعطي الله الله سبحانه وتعالى كيف سيكون الرد؟ يعني تخيل كيف سيكون الرد ممن أعطيت وهو المعطي سبحانه وتعالى. الرقم المباشر للتبرعات إخوتي أخواتي والمبلغ المتبقى ستة ألف درهم. الرقم هو ستة صفر واحد صفر صفر ألف بالنسبة لرقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر صفر صفر. يا أبو محمد فالخير الخير ستة آلاف الله خير، هذا مية والمتبقى الآن ستين ألف درهم، جمعنا مية ألف والمتبقى 60000 درهم وخلال إن شاء الله تعالى العشرين دقيقة نجمع الستين ألف درهم. الآن توجه بسؤال للدكتور حميد عبيد الشامسي ضيفنا في هذه الحلقة استشاري طب الأورام دكتور الآن نتحدث عن ورم القولون نعم. أه يعني الأسئلة في بالي في الحقيقة كثير لنبدأ من من يصيب الورم اكثر الاناث ام الذكور؟ نعم طبعا الذكور انا بتكلم دوله الامارات، الذكور م. م اكثر عرضه لسرطان القولون اكثر من النساء، ان النساء الورم الاساسي هو سرطان الثدي. سرطان الثدي هو الورم الاساسي في النساء، ف... فمعدل الأعمار دوله الامارات يعتبر صغير نسبيا مقارنه م. بالدول الاخرى، احنا اجرينا دراسه قبل عده ايام ونشرناها في احدى المجلات المتعارف عليها في المجال الطبي، بينا اكثر ان 40% من المصابين بسرطان القولون في دوله الامارات تحت سن ال نعم وهذه المعلومه اليوم جتني من احدى الاخوات العاملات في برنامج الم وامل ان نذكر النقطه هذه لكن ما دامك موجود انت بتتكلم عنها دكتور نعم معناها كثير يعني جدا هي. جدا نعم وتحت سن ال 50 نعم ف في اسباب معينه بينت من خلال الدراسه دكتور؟ اكيد نعم إيش طبعا الاسباب هي؟, هي السمنه، السمنه طبعا تؤدي الى 13 نوع من السرطان منها سرطان القولون المستقيم، للاسف احنا 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 غذائنا غير صحي، اطفالنا ياكلون اكلات غير صحيه، للاسف السمنه جدا زايده عندنا في في دوله الامارات وايضا في دول الخليج وهذه الاسباب الاساسيه لزياده سرطان القولون في في منطقتنا في السابق كانت الوجبات صحيه وافضل من الوضع الحالي واحنا من هذا الباب ايضا ننبه الاباء على دور التغذيه الصحيحه في ابنائهم احنا عندنا حاليا مرضى في سن العشرين 20 وسن ال فيهم سرطان قولون وهذا ايضا يعني, سمنة؟ يعني من سمنه أسباب اخرى لا السبب الرئيسي ايش؟ السبب الرئيسي غير معروف، اذا آه. تكلمنا عن معظم الاسباب السرطان حاليا نعم. حوالي 80% اسباب غير معروفه ولكن احنا نعرف انها عباره عن 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 تغذيه م. وايضا اسباب بيئيه غير معروفه وراثيه؟ ولكن لا الوراثيه حوالي 5 الى 10% فقط. آه. اذا رجعنا الى حاله المريضه نعم. وذكرنا ان عندها الام والاخت ايضا هذا ايضا ناقوس خطر اذا احد عنده في العائله سرطان قولون لازم يلتزم بالفحص المبكر من سن ال40 او حتى الثلاثين يعتمد متى كان تشخيص الورم في في الاب او في الام او في الاخوان طيب اذا كان سليم دكتور يعني نعم. انا سليم ايش اللي يوديني المستشفى افحص يعني لانك تعرف اذا تم تعرف على هذا الورم في في مراحل مبكره نسبه الشفاء لا, لا, لا معناه, معناه نعم كلامك اذا كان في من من يعني في في العائله او في الاسره نعم مصاب المفروض إني عندما أصل إلى سن الأربعين أو قبل بقليل أذهب أفحص أو حتى أي شخص ما م. عنده تاريخ عائلي. آه. التاريخ العائلي ليس شرط للفحص المبكر نعم. ولكن اي شخص يصل لعمر 40 م. لازم يبدا موضوع الفحص المبكر بغض النظر عن تاريخ العائلي. ولكن يعني هناك لازم تكون حملات يعني طبيه. اكيد طبعا الحملات موجوده. موجوده. موجوده نعم. ضروره يعني جدا ضروري، آه. طبعا نحن احد اهدافنا ان احنا نمنع الورم من الانتشار م. والتقدم في المراحل، اذا كانت المرحله الاولى والثانيه نسبه الشفاء جدا عاليه فوق 90%، ولكن المراحل المتقدمه هذه اشكاليه وتسبب م. ما تشوف عمليات وتسبب ايضا علاج كيماوي مراحل مبكره المرحله الاولى عباره عن منظار يتم استئصال اللحميه خلال ثواني وانتهى الموضوع م. لا عمليه ولا كيماوي أحا. طيب الان مثلا القافله الورديه اللي انطلقت من م. الشارقه م. تحت رعايه سمو الشيخ جواهر وانتشرت على مستوى م. الدوله في الحقيقه يعني حتى اخذت سمعه طيبه صحيح. هذا فيما يتعلق بسرطان الثدي م. لكن السرطانات الاخرى القولون وغيرها البروستات عند الرجال صحيح. دكتور يعني هنا مش المفروض تكون في كذلك حملات توعية على اعتبارنا العدد مثل ما تفضلت في سرطان القولون كبير عندما يصل المريض إلى عمر الخمسين نعم ال عمر الأربعين عفوا الحملات موجودة ولكن أنا أوافق الرأي في حاجة ملحة جدا لتشديد الحملات وزيادة الوعي المجتمع م. بخصوص سرطان القولون وأيضا الأمراض الأخرى م. نعم طيب طيب اسمعني اسمع معلش دكتور انا اسف جدا لانه في تبرعات الان حتى يعني طبعا. مبالغ ورا بعض جت 1000 درهم فاعل خير ابو محمد 1500 درهم و500 وخمسمائة درهم فاعل خير ايضا و1000 فاعل خير و5000 زادت الرسائل النصيه القصيره طيب لحظه شوي خلينا نحسب الان أه لا كم وصلنا كم وصلنا؟ كم 120؟ ااا أه

منال مصابة بسرطان القولون والتي تحتاج جلسات علاج كيميائي كم جلسة قلت لي طيب 12 نعم. جلسة كيف كل اسبوع. خلال ست شهور دكتور؟ كل اسبوعين جلسة كل اسبوعين جلسة نعم طيب 48 ألف درهم أخواتي اخواتي مشاهدينا ومستمعينا عبر اذاعه الشارقه، اتمنى ممن يستمع لنا عبر اذاعه الشارقه هذا نداء خاص لمن يستمع لنا عبر اذاعه الشارقه. لهم في سياراتهم الآن متوجهين نتمنى لهم الوصول بالسلامة إلى وجهاتهم إخوتي أخواتي المريضة منال مصابة بسرطان القولون يا من تسمعوننا من خلال جهاز المذيعة أو الراديو اتصلوا بنا عن طريق الرقمين اللي بذكرهم الآن والمبلغ المتبقي لهذه المريضة هو 48 ألف درهم 48 ألف درهم يا مستمعي إذاعة الشارقة الرقم المباشر ستة صفر صفر خمسة, خمسة واحد ستة صفر صفر مرة أخرى الرقم هذا المباشر دون فتح خط أي مكان في أي إمارة كنت على طول ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر أو اتصل بنا عن طريق الهاتف المتحرك على صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر صفر, صفر, صفر. صفر, خمسة صفر. واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 المبلغ المتبقي ثمانية وأربعين ألف درهم خمسة آلاف الآن هذه مية وسبعة وثلاثين ألف وصلنا إلى مئة وسبعة وثلاثين ألف درهم وعشرة آلاف فاعلة خير مية وسبعة وأربعين ألف الأرقام الكبيرة مخلنها حق حسام يا أبو محمد هو أه. يذكرني يقولها باستحياء بعد عشرة آلاف فاعلة خير والله جزاكم الله خير يعني اخواني اخوتي اخواتي الباقي الان 33 الف درهم يعني أو خلال عشر دقائق باذن الله تعالى سيجمع ان شاء الله ان شاء الله سيجمع هذا المبلغ الحاله النفسيه المريض اذا كان المريض هذا يعلم هي لا تعلم الان المريض ومن لكن لو كانت تعلم وترى تفاعل الناس كل الناس معها وهي مريضه كل يريد ان يساعدها كيف ينعكس او تنعكس هذه المساعده على نفسيه هذا المريض ابو زايد. سبحان الله ليش النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بزياره المريض؟ نعم. لان سبحان الله علاج نفساني انت لما تقف مع اخوك المسلم بحد ذاتها نعم. تكفي. فلهذه سبحانك ربي الوالده اليوم سبحانك ربي هي ربما ان تعلم ان المبلغ سوف يكون لها وربما انها تعلم انها مصابه. واخفت هذا الشيء وربما انها تعلم باذن الله تعالى ان هناك نقاط في حياتها سوف تتغير نعم لولا سبحانك ربي الامل في قلبها والله ما ظهرت في التلفاز ولكن طبعًا. الامل بها كبير طبعًا. كبير كبير طبعًا. الامل بها سبحانك ربي عندما ترى بعض الوجوه النيره في وجهها، سبحانك ربي تعلم ان هذه بركه. فاليوم انا سبحانك ربي ارى وجوه ونجوم كثيره وعلى راسها انت استاذ علي. لا فلما اراك سبحانك ربي تبتسم. طبعا ابتسم. اعلم ها. سبحانك ربي ان الامل موجود. نعم باذن الله تعالى. واحنا والله العظيم الامل بالله سبحانه وتعالى كبير وكذلك بالايادي الخفيه لما الله ذكر اني جاعل في الارض خليفه. نعم. انا عارف ان شعب الامارات خليفة لله سبحانه وتعالى خاصة في الحالات الإنسانية نعم. خاصة مع المرضى طيلة الأربعة عشر وال 15 عشر نعم. سنة في هذا البرنامج الكل الجميل الكل, مقيم الكل سبحانك نعم. ربي على أرض هذا الوطن نعم. سبحانك ربي ارتوى فعلا من حكمه زايد ولا تمرنا وهذا ما هو غريب سبحانك ربي على امارات السلام والوئام والامان والانسانيه م. فلهذا الشيء لما احنا نحضر الى هذه المحافل الجميله والله انها رساله لنا في البدايه م. لحالتنا النفسيه نحن م. لاني انا وانت والدكتور وغيرنا والطاقم كلنا كلنا نحمل هموم الدنيا م. كلها في روسنا م. 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 لكن لما نرى الابتسامات والامل تزرع في غيرنا نقول اللهم لك الحمد على ارض الامان الحمد لله الحمد لله والله حتى في في يعني في في بالي اليوم يشهد الله هذا اللي في بالي ان اقول اخوتي اخواتي مشاهدين ومستمعينا احبائي المرضى احبائي المرضى لان هؤلاء المرضى في الحقيقه يعني بحاله يعني بحاجه الى من يشعر بهم يشعر بمعاناتهم اخوتي اخواتي تخيلوا عندما يكون المريض ميسور الحال يستطيع ان ان يتعالج وان كان المرض يعني قوي ومؤلم وأحيانا لا لا جدوى من وجود المال لكن طيب إذا كان تراكم عليه المرض والفقر في نفس الوقت فلذلك هم أحباؤنا في الحقيقة هم أحباؤنا ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله دائما أن نكون عون لهؤلاء المرضى المعوزين إذا ما أحببناهم وما عطفنا عليهم طيب من سيساعدهم يعني الله سبحانه وتعالى هو الشافي ولكن يعني يجب أن يكون الإنسان للإنسان الانسان للانسان ونتمنى ان شاء الله تعالى ان نكون دائما يعني عون يعني لبعضنا البعض. ال 10,000 درهم ايضا من فاعل خير قبل قليل و1158,000 و2160,000 و3000 فاعل خير 163,000 و2000 فاعل خير 165,000 والمتبقي 15,000 درهم. طيب اسمحوا لي ضيفي الكريمين أن نستمع إلى هذا الدعاء نتابعه معا ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يتقبل اللهم يا سامع الدعاء ويا كاشف البلاء ويا واسع العطاء إليه الملتجى في كل ضيق وإليه المرتجى في كل خير اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم اشفي كل مريض اللهم وعاف كل مبتلى يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام اللهم امين، طبعا كان هذا الدعاء لفضيلة الشيخ اسماعيل البريمي، الله يجزيه الخير عنا وعنكم ان شاء الله تعالى، جزاه الله خير، واللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين، ونتمنى كذلك للسيدة منال صاحبة الحالة الوحيدة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أن يسخر لها رب العباد الأخوة والأخوات أصحاب القلوب الطيبة الرحيمة يمدوا لها يد العون المساعدة حتى تتمكن بإذن الله تعالى مع بداية هذا الأسبوع إن شاء الله بأخذ جلسات العلاج الكيماوي ويتلاشى خطر عودة الورم إلى القولون المبلغ المتبقي الآن أخوتي أخواتي 15 ألف درهم 15 ألف درهم فقط خلال أربع دقائق هنا مدام باقي يعني أربع دقائق لابد من التذكير بأرقام الهواتف مرة أخرى 15 ألف درهم خلال أربع دقائق يا أصحاب القلوب الكبيرة البيضاء النقية الصافية يا أصحاب الأيادي الطويلة المعطاءة التي تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى خلال أربع دقائق نحن بحاجة إلى خمسة ألف درهم نكمل بها مبلغ المريضة منال المصابة بسرطان القولون خمسة ألف درهم خلال أربع دقائق رقمنا المباشر للتبرعات هو ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر خمسة ألف ورقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 دكتور حميد نعم. في حال اكتمال المبلغ إن شاء الله تعالى نعم. العلاج كيف بيكون عبارة عن حبوب ولا إبر تحت الجلد ولا مثل المغذي ينعطى في الوريد نعم طبعا علاج سرطان القولون ياخذ وقت العلاج يكون عن طريق قسطره تحت الجلد يستمر يومين عن طريق مضخه المريض في الماضي كان يجلس في المستشفى لمدة يومين ولكن حاليا الحمد لله الأمور أفضل يقدر يأخذ مضخة صغيرة مع البيت يجي إيه المستشفى حوالي أربع خمس ساعات وبعدين يروح البيت مع مضخة تستمر بإعطاء العلاج الكيماوي لمدة يومين <applause> طيب عشرة آلاف فاعلة خير الآن عشرة آلاف فاعلة خير صار المبلغ مية وخمسة ألف المبلغ المتبقي إخوتي أخواتي خمسة آلاف درهم والوقت المتبقي دقيقتين دقيقتين فقط يعني الدكتور احمد ما ينام السرير على السرير المريض وياخذ مثل المغذي أه نعم في عندك مرحلتين، المرحله الاولى هي خمس اربع إلى أه آه من خمسة ست ساعات في المستشفى نعم ياخذ جزء والجزء الثاني ياخذ عن طريق مضخه في البيت ايوه يروح نعم. البيت ويرجع لنا بعد يومين اه يعني وهذا طبعا يعزز من الناحيه النفسيه للمريض انه يرجع البيت و مع نعم, نعم. آه. ويحسن بشكل كبير من الناحيه النفسيه والقدره على مواصله العلاج جميل هنا استاذ معين وجوده يعني مش في المستشفى المريض في البيت مع اسرته كيف تتصور تكون الحاله النفسيه؟ طبيعي لما يلتم مع عائلته، مع ابوه، مع امه، مع اخوانه، اليوم المريضه سبحانك ربي مع عيالها، مع احفادها، فهذه سبحانك ربي تنسيها الالام. نعم. فطبيعي اما سبحانك ربي لو انطوت في زاويه في المستشفى سوف تمرض فوق المرض مره ثانيه. صحيح فلهذا الشيء الحمد لله دخول الحمد. دخول المستشفى يعني سوف تمرض نعم سوى أه. تمرض اكثر لانها بتشوف الدكاتره طالعه الداخل رايحه نفسيتها خاصه اذا كانت امراه اجتماعيه مه. امراه الداخل امراه تعودت على مصحفها، على قرانها، على سجادتها، على مسبحتها اليوم تنحرم من هذه الاشياء الام نفسيه، الام روحانيه مع الله سبحانه, سبحانه وتعالى. لكن لما تبدا الى عادتها وترجع الى عادتها سبحانك ربي كما ذكر الدكتور جزاه الله خير ان العلم قاعد يتسابق فالحمد لله هذه بالعكس رساله لكل انسان لا تخف. ولا تجزع والحمد لله الله سبحانه وتعالى انزل العلم نتعلم منه لنصل الى راحه من السعاده. والله نوجه تحيه اذا الى الاخوه والاخوات الاطباء والكادر الصحي بشكل عام خصوصا العاملين في المستشفيات. وخصوصا في هذه الايام مع وجود جائحه كورونا اللي هم في الصفوف الاماميه نوجه لهم تحيه كبيره جزاهم الله خير على ما يقومون به من من عمل في خدمه الانسانيه وفي هذه اللحظات كذلك فاعل خير اكمل المبلغ تم المبلغ جمعنا ال ألف درهم ولله الحمد للمريضه منال نسال الله سبحانه وتعالى لها الشفاء العاجل إن شاء الله تعالى ونسأل آه لكم آه الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قدمتم إخوتي أخواتي في موازين حسناتكم آه إن شاء الله تعالى تثقل بها هذه الموازين يوم الحساب إذا شكرا لضيفينا الكريمين شكرا لدكتور حميد عبيد الشامسي استشاري طب الأورام والشكر أيضا للأستاذ معين عباد الاستشاري الأسري ضيفينا في هذه الحلقة شكرا لكم كرم شكراً, شكرا 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 لكم مشاهدينا ومستمعينا الاحبه حتى نلتقي بكم ان شاء الله يوم الجمعه القادم وحلقه جديده من الم وامل نحييكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تطبيق مرايا حمله الان من جميع المتاجر الالكترونيه